وهذا جيد بالنسبه للفرجه. اذا انتبه الحضور الكريم، مسابقه تنطلق في هذا الاثناء. بالفعل الان كتنطلق الرسمي ديال الشوط الاول، وبالتالي تجمع هذا اليوم بجائزه ميليتونت مهور ومرات انجليزيه اصيله مزدادة ومربات بالمغرب بالغه من العمر سنتين، مسافه ديال 1750 متر. لحد الان انطلاقه جيده بالنسبه لرقم خمسه كيانتي، وهذا ربما رقم تسعود كارا رفقه عبد الغني دعوف في الصف الاول. صوت كذلك من جانب رقم ثلاثه كزونت دو لاتلاس رفقه عبد القادر القندوسي، وكذلك نتابع صعود ديال شو اوف جرين رقم جوج رفقه عبد الرحيم في الدوله، محاوله للتقدم من جانب رقم 11 لينظام رفقه مصطفى سمير. لحد الان كنشوفوا تقدم جيد بالنسبه لكل ما رقم خمسه كيانتي ورقم تسعود كارا. إذا بالفعل انطلاقة قوية من جانب رقم خمسة شيانتي رفقة هشام الكجل دائما في الصف الأول. متابعة كنوجدوا إذا من الجهة الخارجية رقم سبعة لايف جيفت رفقة أحمد الكجل اللي كيحاول كذلك يصعد من جهة الحاجز، من الجهة الخارجية الصعود من جانب رقم جوج شوف قليلا طرحين في الدول اللي كيحاول كذلك يمشي إلى الصف الأول. رقم خمسة كيانتي هشام الكجل الآن في الصف الأول من الجهة الوسطى، دائما في متابعة كزانتي دورات لاس رفقة عبد القادر القندوسي في المتابعة دائما. كنوجدوا كذلك رقم 6 هيرموسو قاسم في الطول الان، او رقم 3 تكفادي ثلاثة عبد القادر القندوسي الان في الصف الثاني. اذا رقم 5 في الصف الاول، رقم 3 في الصف الثاني. اذا لحد الان رقم 5 كيانتي في الصف الاول انطلاقه جيده كذلك من زبالي كزون دو لاتلاس رقم 3 اللي كيحاول ينطلق رفقه عبد القادر القندوسي. خروج كذلك ديال زاليوس رقم 4 زهير مديحي اللي كيصفيق في دلتنا في محاوله لصعود فاير بيرد رقم 1 ورقم 2 شو اوف كرين عبد الرحيم في الدول اللي كيحاول كذلك ينطلق من الجهه الخارجيه صعود قوي شادر كيانتي كيتاخر في دلتنا عبد القادر القندوسي اللي كينطلق بقوه في اتجاه الصف الاول. رقم 3 كزون دو لاتلاس رفقه عبد القادر القندوسي في محاوله للفوز بعد مسابقه شو اوف كرين عبد الرحيم في الدول كذلك يحاول الاقتراب. زاليوس زهير مديحي كذلك في المنافسه، تنافس ثنائي تنافس شرس بين المشاركين كذلك صعود قوي جدا من جانب رقم 10 اللي كذلك ينضم للقائمه من اجل الفوز بعد مسابقه تنافس قوي جدا. هنا كنشوفوا رقم 3 كزوندر اطلس عبد الرحيم في الدول اللي كينطلق كشه من اجل الفوز بعد سباق. رقم 2 عبد الرحيم في الدول شو اوف جرين فوز ممتاز جدا عبد الرحيم في الدول، يا له من فوز. رقم 2 رقم 3 رقم 10 رقم 4 ورقم 1، اذا بدون مفاجات في هذه المسابقه الاولى، فمسابقه اللي احترمت كل المنطق. عبد الرحيم في الدول اللي كيقود شو اوف جرين ببراعه كبيره جدا، فهو انطلق كشاب في اخر الامتار وتفوق على القندوسي عبد القادر اللي ما استطاعش لانه يكمل في المسار ديالو ويفوز بعد السباق. رقم 2 رقم 3 في الصف الثالث، ربما المنافسه كانت بين رقم 4 زاليوس ورقم 1 فاير بيرد، هنا رقم 10 في الصف الثالث. اذا اول سباق بالنسبه لدي بونتيرا كان مميز، زاليوس في الصف الرابع رقم 4، وفي الصف الخامس فاير بيرد رقم 1 رفقه ايشي بوعروه في انتظار تاكيد هذا النتائج بعد قليل.